طيب أستاذ محمد، الإذاعة بدأت قوية وظلت قوية، إيه سر هذه المنافسة؟ يعني قادرة تنافس تلفزيون، قادرة كمان تنافس مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؟ لا، هي ما بتنافسش، هي بتتفوق كمان، لأنه الإذاعة بمنتهى البساطة هي أسهل وسيلة نقل خبر في العالم، وأخف وسيلة نقل خبر في العالم. ممكن حضرتك تجد راديو في الساعة، وتجد راديو في يمكن المرة الجاية في النضارة، هتلاقي راديو في التليفون المحمول. يعني سهل جدا ان انت تحتفظ بجهاز راديو في معك، في جيبك، في يدك. فده سهل القصة، سهل يعني انه بقت سهلة جدا انك تصل لأي مكان في العالم. الأهم ان احنا في المرحلة دي ان شاء الله بنعيد يعني انتاج تطبيق على الهواتف المحمولة، تطبيق محترم بالتعاون مع شركاء لنا ايضا دون تكلفة، ليصبح التطبيق موجود على الهواتف المحمولة، يحمل او كل شبكات الإذاعة المصرية الثماني والمحطة المنفردة وهي إذاعة الأغاني. فالحمد لله احنا بنسير قدما الى الامام. يمكن احنا بدأنا خط التطوير منذ اكثر من عامين، من 3 اعوام، ولكن جاءت الكورونا او الكوفيد فعطلتنا لمدة عامين عن انجاز ما كنا سننجزه. أستاذ محمد، عندنا كنز كبير من البرامج الإذاعية المصرية، أكثر هذه البرامج المطلوب يعني إعادة إذاعتها. عايز أقول لحضرتك أنه يعني إحنا بنعمل كالدول المتقدمة، يعني بنراجع 100 مليون مصري، شرائح المجتمع، الأعمار أو الفئات السنية من إلى، يعني الشباب في مصر أكثر من 60%، إذن نحن مطالبون بأن نتوجه إليهم بعدد من المحطات أو الشبكات الإذاعية. هناك شركاء لنا محترمون، الشركة المتحدة بقنواتها كافة، بمحطاتها الإذاعية كافة، بنكمل بعض. يعني هو يخاطب شرائح معينة من الشباب بأعمار معينة، ونحن نستكمل المسيرة فنخاطب الباقي. يمكن من تخاطبهم شبكة القرآن الكريم أكثر من 40 مليون زي ما قلت لحضرتك، لا في رسائل محددة موجهة موضوعا من خلال الشبكة، طورناها، تطورت لغة الحوار، أصبحت القرآن الكريم تتحدث بلغة العصر، أصبحت البرامج قصيرة، البرنامج لا يتعدى دقيقتين، لأنه الشباب هو ده المطلوب دلوقتي، صح؟ يعني الشباب مش مستعد أو مش مؤهل أو مش جاهز أنه يسمع برنامج مدته ساعة أو مدته نص ساعة أو مدته ساعتين. فإحنا بسرعة يعني إن شاء الله الفترة الجاية ستشهد مجموعة من البرامج بجانب دقيقة فقهية وومضة تفسيرية وحاضرة دعوية، أيضا هناك إشراقة قرآنية وهناك دقيقة عقائدية. المرحلة القادمة ستشهد عدد كبير من هذه البرامج التي سيستمع إليها الجميع من كل الأعمار، من الأعمار المختلفة. لو تحدثنا عن تطوير الشبكات كالبرنامج العام، احنا يعني طبعا زي ما قلت لحضرتك استاذ هدير انه احنا تاخرنا بسبب الكورونا، لكن احنا بدانا الخطه بتطوير القران الكريم، ثم الشباب والرياضه، ثم اذاعه الاغاني، ثم الشرق الاوسط اللي بيضم عدد كبير جدا من مقدمي البرامج الهواه المتبرعين، يعني دون اجر، بالزميل والاخ عمرو الليسي، محمد الشابه، محمد الغيثي، الموسيقار الفنان مجدي الحسيني، جمال، الاستاذ جمال بخيت، يعني مجموعه كبيره، الاستاذ محمود بكري، الاستاذ خالد ناجح، مجموعه كبيره من المتبرعين، مش متبرعين، يعني هم مدركين تماما اهميه دور الاذاعه المصريه، صحيح، دور الاذاعه واهميه وجودهم دون مقابل في هذه المرحله التي نمر بها. كمان احنا اخرنا البرنامج العام وصوت العرب. البرنامج العام ان شاء الله سنبدا في تطويره، وبدانا بالفعل ببرنامج كلمتين وبس بشكله الجديد، اللي عملنا مزج بين الاستاذ فؤاد المهندس والاستاذ عمرو الليسي، وكانت النتيجه الحقيقه براي الجمهور اكثر من ممتاز. هنعيد تقديم ايضا باقي البرامج في شكل جديد، همسه عتاب وابله فضيله، وبرامجنا المميزه كلها ان شاء الله. حتى لو كان مستمع البرنامج العام 6 أو 7 مليون، انا بقول لو كان، ممكن يبقوا 20 مليون، ممكن يبقوا 15، لكن احنا حتى لو كانوا 5 أو 6 أو 7 مليون، فاحنا سنعيد تقديم ما يرضيهم من جديد،